ولا يحل له اتباعه فهو من خطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الوسوسة من خطوات الشيطان. شيخنا، إذا شعر بنزول قطرة هل مكلف بأن يفحص نفسه أم لا؟ ليس يتجاوز ذلك حتى لو شعر فعلا بخروج الشيء؟ لشعر الله. إذا كان جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له أنه دائما إذا كان توضأ يشعر بخروج قطرة أو قطرتين من البول، فقال: إذا توضأت فانضح على إزارك من الماء، فإذا أحسست بشيء فقل هو الماء. هذا حل لهذا؟ هذا أمر عمر بن الخطاب لأنه يقضي على هذه الوسواس. أحيانا بعض الأشخاص إخنا يسألون دائما أنه بعد الجنابة يشعرون بخروج مذي، وفعلا يكون قد خرج مذي. نعم قد يخرج هذا، لكن إذا كان بعد الاغتسال حتى ولو كان منيا فإنه لا يجب منه الغسل. ليس مني مذي شيخ، حتى ولو كان منيا. حتى لو خرج المني بعد انكسار لم يبقى إنعاض ولا شيء، فخرج مني فهو من بقايا. نعم. وحينئذ لا يجب منه الغسل. طيب. كالترية بالنسبة للمرأة. نعم. ترية ما يبقى في الرحم من بقايا الحيض. فإذا طهرت المرأة واغتسلت فوجدت ترية مسحت فوجدت لونا للدم أو شيء. نعم. هذا لا ينقض، لا يجب عليها الغسل لأنه سمى الترية وهو بقايا بعض الحيضة في الرحم. سبحان الله. شيخنا، اللي أجنب وبعد الغسل وجد شيء من المذي هل ينقض الوضوء؟ إذا كان المذي في الذكر ولم يخرج ولم لكن ليس شيئا جديدا فإنه لا ينقض عليه، وإذا كان شيء جديد نازل من جديد فإنه ينقض عليه. نعم.